أهلا وسهلا. وهالشمعة لكل إنسان اليوم بالعالم العربي وبالأخص بلبنان يلي عم بيعترض اعتراض من ملايين السنين. في ناس ضد ناس والتاريخ بيعيد نفسه. مش كل واحد يقول أنا ضد فلان، أنا ضدك، أنا ضد الدولة، وأنا ضد الشيخ والخوري والديانات، وهيك هو اللي بيربح. هيدا تحضير إلى حرب تاني. ما في شيء اسمه سلام. بين حرب وحرب في تحضير إلى سلام أكبر. أي سلام؟ السلاح عليكم. نعم، الله أكبر، ومنذبح. هلأ الدمار اللي رح يجي مش بالسلاح، بالنوايا، إنما الأعمال وبالنية. كلنا عبيد، كلنا 99.99 درهم ودولار ودينار، كلنا ضحية الجهل. لا يغير الله ما بقوم حتى نغيروا ما بأنفسنا. معهم حق هلأ اللي عم بيعترضوا بلبنان إنه أنتوا طولتوا المدري شو تاخذوا مصاري أكثر والمجاعة هيدا شيء موجود بالتاريخ. في كتير حروب صارت ويرجع يجوا ناس أوادم ويقعدوا على الكرسي. حكي كتير منيح هيدا اللي انتخبناه، ولكن الفعل غير القول وغير العمل، إنما الأعمال بالنية. كل واحد بيغير نفسه. نحن بزمن الإيد ما فيك ليا بوسة ودعي ليا بالكسر. ما تنتخبوا، ما تتعاطوا سياسة، ما تحضروا أخبار، ما تزوروا. وقت اللي رجعت أنا على لبنان وعلى الأمة العربية شفت أعظم الحكام والحكماء والعلم والطب والديانات، كلها تجارة. ما في جماعة بأمة العرب أبداً. ومن هون طلعت الجماعة وقت اللي إجا محمد. يد الله مع يد الجماعة. هلأ يد الله مع يد التجميع. وبس يصير عنده سيارات وطيارات ومدري شو هيك وهيك، وبيعملوا أعمال إنسانية وبيعملوا كذا، ومستشفيات خاصة للمرأة ومستشفيات. أنتوا عارفين إنه المشفى منه لا يغير الله. غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم، صوموا تصحوا. العالم الوحيد اللي عم بيحكي بالسلام بهالعالم العربي محمد كيلاني. كل نهار جمعة بيجمعنا، بس ما في غيره. كم مليار عربي ومسلم، هو الوحيد. لا ينتمي إلى أي دين ولا إلى أي كتاب. أنت كتاب الله المقروء والمنظور. الحضرة الوحيدة بهالعالم على وسائل إعلامنا وببيتنا، بيت مر ويمو نور، هالبهلة اللي بتضلوا تسبوها وترجموها وتخافوا منها، الفطرة خطرة. فإذا كل هالمظاهرات اللي بنعملها من خيمة لخيمة، من خيمة لخيمة، طبعا في ناس عم تحكي هلا انه شو هالنواب هاي وشو هالوزراء، ما هالكعك من هالعجين، قلبوا الهرم. الدولار فوق، ايش حطوا الدولار الهكم تحت اجري، قال الحلاج. طعني له اجري، بشكركم هاي اول مره بتوضى بالدم. طعني له ايدي، شكرنا. ضل عيونه عم يبتسم، طعني له راسه، ضل راسه يبتسم من شفافه. فتحوا تحت اجري لقيوا دراهم، وكلهم عم بيرجموه بالحجار، حتى شبلي من تلاميذه. وضل يبكي شبلي تميت، قال ما حدا قتل الحلاج غيري، الحلاج حي والحجاج ميت. عمر مختار قال عمري أطول من عمر جلاده. وهيك المسيح لما كان على الصليب شبه لهم جسده، كان هو ما كان. أنا عشت مع دهش سنين وشفت إشارات كتير قوية، بس هلأ صرت أشطف زوم شوي. وقال لي أنا رايح على نيويورك، وتعي وبتستلمي وبتعيشي معي، وشفت إشارات قوية. المسيح كان على الصليب، صار يقول له ما بيعمل معجزة كل تلاميذه هاتوا كذاب، يمشي على المي بيحيي الموتى.
هاي رموز، لا مشي على المي ولا يحيي الموتى، يعني الموتى اللي مثلي بيعطيهم علم وفهم. قال له دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، يا بطرس ويا بولس تعالوا معي. تركوه كلهم، بقيوا ثلاث نسوان وما كانوا أتباع لإله، وما منتظرين يكونوا حده. مين بده يكون حدك بالجنة؟ ما حدا حدك، أنت تهدى وفيك بتحدى. فإذا ما تنتظر رح يكون في سلام بالعالم العربي. اسمعوا الغنية اليوم بعثتوا لي إياها، على الله نعود لوديع الصافي. يا أغاني هربوا فيلمون وهبي، الهريبة إلى قلبي. Go in, in is our in, I-N-N وبس. ما في ولا تلفزيون بيحط الحل، بيحط الانحطاط بينك وبين الحقيقة. في حد شيله، كل حجرة بتوقع فيها استخدمها as a stepping stone، درجة. كل العلماء اللي عملوا هالعلوم عرفوا انه هيدي علم تدمر العلم. بدي علم ورثته الأنبياء. مشان هيك بالبيت بطلع اجي على التلفزيون، بقعد بالاستوديو وبحكي أنا وياكم ساعات، وما بدنا هالساعة. قالوا له للحمصي كل واحد بيموت بساعته، شيل الساعة وكبها. هاي الحضرة الوحيدة 99% ما بيفهم مريم شو عم بتقول، بس بينتقد. ايه هول بتقولين صرنا نعرفه؟ قطع نفس من امبارح تنفست وقبل شوي تنفست. الحقيقة منا بالكلام، هي بالجاب، بالفجوة بين الكلام. هي حضرة. مرة اجى واحد لعند المسيح قال له يا حبيب الله يا روح الله، يعني هيك قال لبودا وهيك قال لمحمد وكل المستنيرين. انا فلاح بزرع، انت شو عم تعمل بتقعد هون؟ بيجوا الناس بتحكيهم شوي وبيروحوا. قال له أنا كمان فلاح، وأنت هيئتك لأنك عم تسألني بحيث عندك عطش تتعرف. قال له أنت عم تزرع بذرة بالأرض، ولو ما أنت بتزرع أنا ما باكل، بس كمان أنا عم بزرع البذرة يلي بالإنسان بقلب الإنسان، وبتطلع شجرة جوا وبشم عطرة وبين الناس بيشوفوه. المسيح قالنا ما تلبسوا حذاء وما تاخذوا سكريبتشرز كتاب من سمائهم تعرفونه. احضروا برادر سان سيستر مون وقت اللي اجا وباركوا الفاتيكان وقالوا رح قتل هالمسلمين، واجا فرانسيسكو ابن واحد من النبلاء وجا تيقتل المسلمين هون، وراح لعند الخليفه قال له رح اقول لك شو المسيح في الاسلام. استحى وبكي وحط سيفه وقال له سامحني ومشي، والدم يجري من اجريه، ورجع يبني كنيسه المسيح الحقيقيه يلي بقلب الانسان. كلنا تحت هالقبه، كلنا عيال الله وكلنا عيال ملكيه، مملوكين من مالك الملك. يلي خلقني بحبني أكثر من اللي خلفني. بتتذكروا العريس والعروس يلي كانوا بالشختورة وهو ساموراي معه سيف هيك بيقتل البدوية، خافي صار في عاصفة وصار في زوبعة ومدري شو، شيل السيف حط على رقبته. قالت له أنت ما رح تقتلني؟ قال لا. قالت له أنك بتحبني؟ قال لا، اللي خلقنا بحبنا أكثر من اللي خلفنا. وشو ما صار هلا باستديو، من يلي معي باستديو هو أهلي، لا بسألك مسلم سني شيعي كاثوليكي، يعني دغري احترام الميت دفنه، ولا أي شريعة ولا أي كتاب أعمالي سبقتني. خلينا نحفر قبرنا بهاللحظة اللي نحن فيها. شو بتعمل يا مريم؟ برجع البيت ما بقرأ إلا أوشو وبس، وما فيكم توقفوا أوشو. بطلب من رجال الدين إسلام ومسيحية بلبنان بنوع خاص ما تخبوا كتب أوشو تحت الطاولة وهونيك وهونيك، هذا خطير. عم بينبيع أكثر من أي كتب بالعالم العربي. أول مرة فات
على أبو ظبي وشفته ببيتك أنت الحاكم. روحوا على الأول برينت أو ما في الزوم، حطوا www.baitallah.com يلي بتنحط على هالحضرة، وكل كتب أوشو موجودين وما في الزوم. أي كتاب بتقرأ، مريم عندها حوالي 200 كتاب بالعربي، يعني let go and let God لتكن مشيئتك. wake up، صحوة. where is God؟ وينوي الله؟ هو محطوط هون الله. قال له كنت عم فتش وين الله، هلأ فتش وين ما في الله. Oh God, I have all the zeros. Send me the one. عندي كل الصفر، صفر 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 صفر. بعت لي واحد. الواحد هو الأخلاق. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كل ما عندك أخلاق، كل ما بتصير 10، 100، 200، 1000، 1000000. مش مين ربح باللوتو، مين ما ربح، مين ربح نفسه. هيدا الغني. عشو عم تصفوا أموالكم؟ check your checkbooks. وين عم بيروحوا؟ I love money. حلوة كتير يا حبيب قلبي على سيف علي. هو اللي بحط الكفرز للكتب، هو عراقي، وقال لي بشكر اللي شحطوني واللي رزتوني ورميوني بلندن تعيش مع أوليفر. من أفضل وأجمل الرسامين، بيرسم بيكتب، كاميرامان، اللي بدكن إيه، شكل وعقل وفهم ومحبة. إن شاء الله يرجع الأم العربية ويكون عنا جماعة بالأردن باعتمادك يا رب في نهر الأردن. بحب كون حد محمد كيلاني، مع أنه كتير في هلأ فنزويلا ونيوزيلند، أمريكا، كندا، الشرق كله. مريم رجعي، كل شيء بيتأمل. قلت له إذا بيجي محمد كيلاني وبشار أنطون، يعني كم واحد نحن بالعالم العربي ما بنطلع 10 بعد، عايشين، خلقنا أحرار ومنعيش بهالحرية مش مننقطها. فإذا ما تنتظروا يجي السلام، السلاح عليكم نعم، الحرب عليكم نعم، الدمار عليكم نعم، كله باسم الله أكبر. قلوبنا معك وسيوفنا عليك يا علي. كلنا بعدنا معاوية، منحكي بالسلام وبس يقعد على الكرسي. ما كنت عم تحكي هيك، مين هيدا اللي حكي؟ اختفى. مرة كنت عندك بالإرداحة، وكان في رجال يا حبيبي على أبو علاء، قال لي عندك الحرية من الرئيس تحكي اللي بدك إياه. وقام واحد وانتقد الرئيس، قلت له عندكم حرية إنكم تنتقدوا بشار الأسد وهيك، عافيكم، هيدي معناتها إنه هالحاكم منيح. كلكم أفهم من عمر، يطلع على المنبر ويعتذر. بعد البريك ما اجا، قلت له وين صار؟ تخيلك، قلت له يعني نحن بالارداحة. قال لي ما رح نأذيه، بس هون اذا كل واحد بدنا نعطيه الحرية تيحكي ويسب الرئيس بصير فينا مثلكم بلبنان. هي من كم سنة يعني، هلا ليكوا بلبنان شوفي. في واحد من اكبر العلماء بهالكرة الارضية وموجود بالنيبال، اسمه لبناني، أول مرة بقرأ عنه، وإن شاء الله رح يكون بكتاب إنجليزي بلشت فيه اسمه Respect، احترام. كتاب I am free صار على الموقع. كل يوم فيني أحط كتاب بالإنجليزي كتاب بالعربي. هلأ بدي أجرب أحكي حكي مثلهم. اسمه لبناني. بيجي واحد لعنده بقول له سيدي ماستر لبناني جاي اتعلم، بدي اتعلم منك. قال له انا حاضر اني اعلمك، بس انت حاضر انك تتعلم؟ بعلمك بس انت حاضر تتعلم؟ When you are ready, the master is ready. إذا أنت حاضر الحضرة حاضرة. الحي فينا، ما بدنا كتاب ولا ورقة. معه حق، ما بده ورقة. قال لي إياها المسيح، كل واحد مسيح.
اللي مريم معه حق، ما بده ورا، كبيت الورق. هو اللي سميني مريم نور. فإذا كل واحد منا عندك هالسر اللي حوي فيك، عاد تكتب، عاد تقرأ، انت اللي بدك تقوله نكتبهم، بتلاقيهم سخيفين عفيك استفرغون. هون قوة لا إله إلا بالمسيحية، وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله. نعم، بس صار روم كاثوليكي بروتستانتي ارثوذكسي، لا إله إلا أنت مسؤول عنه، بتشيل السلبيات كلها. لا، مش إله، إله المال، إله التمر، إله إلا تأكيد الله يهو على طول. هالنهر عم بينهر، هو الحي القيوم. إذا أنت بدك تكون مع الحي القيوم يا أرحم الراحمين. فإذا كلنا ضحية الجهل، ما تتأملوا إنه هودي اللي رح يقعدوا هلا بالخيمة، قبلهم هيك قعدوا بالخيمة وساندناهم. الخيمة الوحيدة اللي بتساندك الحي. لا يغير الله ما بقوم حتى. صرنا أشباه الرجال والنساء، لا تغيروا في خلق الله. الحبيب محمد قال النامصة والمتنمصة، انتبهوا. اليوم حتى الرجال صابغة شعرها وحطتهم هون بيض وهون بيض، كلهم بيلعبوا جولف، بيلعبوا تنس، تكون قبضاي، تكون هيك. هون بدك تكون قبضاي، الحمار هالقد لا بيلعب جولف ولا بيلعب تنس تيقوي. نحن قيمتنا بالهوت دوغ والواوا، هوت دوغ وناتس دوناتس. مشان هيك بناتنا هالبناطلين المخزقة هالاشياء، وقفت وحدي بالأشرفية ولبنانية ومسيحية هي وأمها، وشفتها كيف خازقة هيك ناطلينها، قلت لها عندي العلم القليل من علم الفراسة، بفتكر معك هالمرة. قالت لي إيه، وهيدي أمك وأنت كمان. قالت لي عم بينشروا من حقد. لا، واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. بسامح كل يلي تعاملت معهم ومية بالمية كذابين وحرامية ومنافقين وهيك، واحد أو اثنين، واحد منهم رجع على أمريكا والتاني ما بيحكي، بس ما بشتغل معه. حاولت بالبيت إني أعمل هيك inner circle، العزقة تبع الدولين كمان، كل نهار أربعة بيجي منصور وبقرأ أنا وشو كتبت، يسمعوا وبس. ما في حدا، ما حدا عنده الرغبة يكون بلغ آية. كلهم يعني شو فينا نعمل تنسر مريم، شو فينا نعمل تنطلع مصاري عن ظهرها، شو فينا نعمل هيك، شو فينا نعمل. وهون بحكيك أنت إلك شخصيا حاكم دبي، انتبه من المركز اللي انفتح، أوشو سنتر، أوشو لايبراري، اسمه أرون. وأنا رحت شفته، ما شفت أنفق منه بحياتي، عم بيتاجر باسمي هلأ. إنه أنا عندي شيخ من بيت الجيلاني، هيدا الجورو تبعي بمصر، وكل الناس لازم تروح لعند الجيلاني، وكذاب منافي أرون، ويلي كل اللي معه الوسخ والقرف والأكل اللي عم يأكله، كلهم عم بيتاجروا باسم أوشو. أوشو قال حتى أخوت اثنين عم بيتاجروا فيه، قال 99.99 منكم يضاس، بس موت رح تتاجروا فيه، ولا مطرح فيكم تروحوا. وبروح شوي عني زارقة أشطف زوم من غيرها، وبتعرف إنه مريم منا بحاجة تعمل أي وركشوب. كيلاني هو الحبيب الحي، ما أنا إلا بشر مثلكم. محمد كيلاني ما بيروح لمطرح، اللي عنده كتاب خير جليس وبيقرأ مش بس الكلمات، بيقرأ ما بين الكلمات، وعنده كل الطرق يلي بتشفيك من أي مرض وأي إدمان. بيعيش هلأ على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء، هيدا شيء. فإذا الكتاب خير جليس، أنت الكتاب اللي بتحبه اللي بتحسه هيدا إلك. أنا ما فيني أعطيك كتاب، ما فيني إلا كيف تتنفس كيف تحب المرتك وشو بعمل تكون هيك ودخيلك وتعبين، ودي يكون من أتباعك تبعونا. بدك تكون عبد، فستو عبيد، راس العبد سوت لي قلبي. الشعب الأسود
هو الميزان بهالكرة الأرضية. مشان هيك ريغن قتل بنته للقصافة ورجع بده ياخد أفريقيا. إذا وقعت أفريقيا وقع الشرق والغرب مثل ما وقعت برمودا والأطلانتس. بأمريكا إذا مرتك راحت مع رجال أسود أفرو أمريكان بسموهن أسود بلاك بيبل يا حبيبي، كأنه إذا ما في نهار ما في ليل، ما بترجع لأنه أبضاي. وغير شيء بحبوا الموسيقى، بحبوا الرقص، بحبوا الغناء، كرياتيفيتي عندهم الإبداع، بدقوا عتنكة الزبالة. سو قد ما فينا اليوم نفكر إذا بدي أغير برا عم ضيع وقتي. ما تحكوا عن العتمة، ضوي شمعة، أنت الشمعة، أنت البذرة. كتاب اسمه The Mustard Seed، هيدا كتاب مثله لتومة. بدي أفهم، بدي أعرف أحد حد المسيح، أنا بدي أحط إيدي له، الجسد انصلب مش أنا. رمز الصليب إيدي بالدنيا، ولكن هو ألفا أوميجا. بلغ آية، ما في فرق بين كل المستنيرين، ونحن كلنا نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق. كلنا منشوف إشارات وبشارات، كلنا مثل الأطفال. فإذا نعملوا الميرور جيزينج ما تخافوا، وما تصدقوا حدا استفتي قلبك ولو أفتوك ما تصدقوني أبدا. إذا قلت الحقيقة عم كذب، وإذا قلت مش ما قلت شيء كمان عم كذب. كاتم عن الحق شيطان أخرس. فإذا عندنا كتب فيكم تقروا عربي إنجليزي على الموقع، كتير كتب موجودة. مريم تحمل الألم بأمر، ما فيني اكتب اذا حاسه شيء بقلبي. ايميل بقوم ببعته مع لي دين لا مادي ولا معنوي. اول الناس علموني اهلي وبنتي، هي اللي اسمها بنتي بالدنيا يعني، بس لي سنين ما شفتها، لانه كل وحده بشوفها هيدي انا. بدي اشوف الناس اللي عندهم الانا الكونيه، انا انا نحن نحن. قالوا من اني اخوتك للحبيب؟ قالوا اللي حبوني وما شافوني انتو شفتوني. وبعدنا عم نقتل أهل البيت باسم السلام. من جبل محسن إذا جبل مخصن ومخصن، هيدا لبنان يعني دمار شامل. نعم عم بيحكوا العلماء هلا إذا ما إجا دمار ما رح يكون في عمار. بدنا بذرة جديدة، وبدنا يعني إنسان جديد. إن لم تموتوا قبل أن تموتوا هلا، موت موت الموت، موت لكل الماضي كله تاريخ، والمستقبل غريب. الآن هو الزمان والمكان. وأنا حاطة هلأ الموبايل عندي ومفتوح، نادراً ما يدق، يا بيأكل بهدلة يا سؤاله سخيف، أو بقول له بدي 100,000 دولار، مليون دولار. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، الوحيد بالعالم العربي، كل ما أملك مادياً معنوياً. والصادق كل يوم اللي بيعطيك النفس بيعطيك الفلس. خبزنا كفات يومنا، أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. منا ما تكون شحاد، كون أشهده. وإذا دق بتشوفوا السؤال رح أحكي. سؤالتنا كتير سخيفة. وليش نحن هيك سخيف؟ ليش؟ منه لطيف، لأن عنا جهل. كلنا ضحية الجهل. والإنسان عدو ما يجهل، عدوك هون بين جنبيك. الكتاب خير جليس عندكم ياه، وسكروا كل التلفزيونات بما فيهم. هالحضرة مش إلك، هيدي 1-2 بالمليون. حطوا علم هلأ وشافوا مطرح اللي فيه ناس خلال 24 ساعة بتقعد وبتعمل تأمل. أنا كنت أعمل حوالي 24 ساعة وكذا وقت وكذا يوم، أو من أقل شيء 8 ساعات رجع بتتغير. بتصير تحط أنت طاقة نور بالأرض. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. عم تعملها إلك مش لحدا أبدا. ما تنطر حدا يشكرك. يلي عدوك اليوم بيكون صديقك بكرة. بس لا بقى تضيعوا وقت بالسياسة وشو مناكل وشو منلبس، تياب صرامي وشراطيط وشرائط. كلنا صارت بناتنا هون مسيحة جنسية يعني، ودعارة تجميلية ومشافة. ولو
بعدكم بتعملوا مستشفيات، يعني انه فلانة عملت مشفى انا اعمل مشفى، فلانة هيك فلانة. منى عليكي مرته للهراوي، منى انت جيتي لعنا على القصر وانا اعطيتك بايدي تشيك، تلبسي هيك وعمرتي قصر تليق بفخامته، شو الفخ؟ كلكم هيك. قال لي وقتها ايميل لحود، قال لي ما رح يقدروني الا بس اترك، ما عملت شيء مثلك مثل غيرك، ما عملت شيء ولا مشان سليمان ولا ابدا، هالكعك من هالعجين ما حدا شوي عم بيفتح تمه ويحكي هلا البطرك في امل اول مره، بس ما تنطر حدا، انت ضوي شمعتك كنت معن الحال. اذا الادويه والمشافي والمكانات اللي بتحطوها على جسمك بتشفي، ليه عم بيزيد السرطان والايدز والسيدا؟ امبارح بالحي عنا في شاب واقف هيك واخته، قال له ما بعرف شو عم بحس، واقف بس هيك عم بحس بشيء، قالت له بنطلع على البيت يا خيي ومروح عند الحكيم، هيدا منه حكيم يعني بس انه بيسموه حكيم. قال له بس تبكي الشريط صباطي، وقف تبكي الشريك نخ. هلا من علامات الساعه موت الفجأة، انتبهوا. فاذا في فجأة وفي فجوة، انت شو بتختار؟ لك الخيار يا مختار.